أخبار اليوم. رباط إلى يوم الدين، وبالتأكيد مش محتاج إن أنا أكد على الوحدة الوطنية أو أكد على إن المصريين أسرة واحدة. ده أمر طبيعي بنعيشه كل يوم في حياتنا، ومع قدوم البرلمان بعد أيام قليلة جدا نتمنى لمصر الاستقرار و نبني على ما تم من إنجازات خلال الفترة اللي فاتت. كل سنة وانتم طيبين.